وسط المنافسه، ناس كتير جدا تقول لك انه يعني رغم انك انت يعني بنتكلم على فرق، احنا النهارده فرق 18 نقطه مظبوط تقريبا، في ثلاث نقط هيتخصموا في اخر السيزون، فبيبقى بنتكلم على 21 نقطه. في ناس تقول لك لا ده مش الاهلي هو اللي كويس، ده المنافسين بتوعه هم اللي يعني اللي بسمع الكلمه بسمع الكلمه دي من زمان قوي. يعني الاهلي اوحش ايه؟ احسن الوحشين. الاهلي يا عم تخليك احسن الوحشين مره. يعني خليك مره احسن الوحشين انسى قبلك.